ازيكم؟ هنعمل النهارده بطاطس كروكيت. جبنا الطاسه بتاعتنا، حطينا فيها معلقه سمنه بلدي، نزلنا باللحمه بتاعتنا عشان نعصرها، ده نص كيلو لحمه مفرومه. ننزل بالبهارات بتاعتنا، فلفل اسود معلقه صغيره، ونقلب. بصلايه مبشوره، هنحط توم باودر وبابريكا، دي بابريكا، وهنحط توم باودر معلقه صغيره برضو، هنحط معلقه ديميجلاس في الاخر. الوصفه دي سهله جدا وحلوه في الفطار، في العشاء، في الغداء. بطاطس كروكيت اصلا مقبلات، دي معلقه ديميجلاس باودر بتدي طعم حلو للحمه. هنقلب في اللحمه لغايه ما تستوي وتبقى كويسه خالص، لان لما نيجي نقلي البطاطس الكروكيت هتبقى مش محتاجه ان هي تقعد كتير في الزيت. كده خلاص خلصت يا جماعه معانا. نجيب بقى البطاطس بتاعتنا اللي احنا سلقينها ونهرسها. ده كيلو بطاطس قشرناه وسلقناه، بنهرسه اهو. ما حطيتش على البطاطس بقى اي بهارات، لان انا حاطط على اللحمه اوريدي. انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت ملح على اللحمه، بس نسيت يعني اصورها لكم. نهرسهم كويس جدا في بعض كده ونقلبهم، ونبتدي بقى ايه نقطعها ونشكلها. ناخد قطع كده اهو على ايدينا، ندورها كده اهو الشكل المدور ده، وننزلها في بقسماط. بقسماط ده معلوش اي حاجة يا جماعة، ولا بملح ولا اي حاجة، بقسماط سكة كده. خلاص الكمية بتاعتنا ده يا جماعة كيلو نص اللحمة مع كيلو البطاطس، عملنا كل الكمية دي. ده زيت مغلي اهو، نزلنا فيه ما خدتش دقيقة بالظبط في الزيت، نار عالية لأن احنا عايزينها هي مستوية. طلعت بص بالشكل ده، مقرمشة من بره وطرية من جوه. جربوها تعجبكم جدا. بالهنا والشفا، أتمنى الوصفة تعجبكم. سلام.